الخبر الاول اللي عدنا عن ردة فعل احمد ابو الربع على النزال اللي صار بين انس الشايب وراشد. طوم يعرف يا حبايب انه احمد ابو الربع هو سافر الامارات على مود يحضر بس هذا النزال اللي صار بين راشد وانس الشايب واللي فاز به راشد. فنزل على حسابه بالانستغرام اول شيء هذا الستوري كاتب عليه مبيوعه ويقصد انه النزال كله كذب. بعدها فتح بث مباشر ويا انس الشايب وصار يقولوا انه هذه المباراه كانت غش وكان هذا كله كذب. شوفوا الستوريات. انا حاضر غش شوف غش والله غش والله انت لسه ما شفت هدول هلا كانوا عاملوا ريبلاي. مرحبا يا جماعه كيف حالكم؟ مرحبا. اوكي اول شيء شفتوا الفايت شفتوا اللي صار وانس عنده كلام يحكي. يا اخوان اللي حضر غش يعني بصراحه بالله حرام حرام يا جماعه حرام حرام شرعا مبيوعه كاش كاش بدي من كل الفلسطينيين الأردنيين وكل واحد معه الحق. طلع كل الكومنتات كله أنس فاز أنس فاز خاوة هاي هاي لحالة خوش جماعة لا غشاشين كلهم نطلع كمان يطلع يلا معليش اسمع يا جماعه والله العظيم شيء يعني بقهر ما بعرف. انا حضرت الفايت في كنت موجود شفت الجو العام كان الفايت لانس مين الفايز ابو الرب انا قلت يمكن عشان غشاشين يعطوك تعادل بس يروح يفوزوه هو ولا هو كل عقل قاعد بيحتفل وكل حاله بس اقسم بالله يا جماعه الفايت يعني شوف ها المشكله الكل عارف طلع طلع كان انس برفع ايده اقسم بالله كان عم برفع ايده اوكي يا جماعه جلس سكرتي بنروح غششين انس فاز خاو بعد انس شايب وبيسان اسماعيل نزلوا شويه ستوريات واضح كانوا كلش متذاقين انس شايب صار يبكي بهذه الستوريات كل موضوع غش يا حبايب ولكن بنفس الوقت هو اعلن انه راح يعتزل السوشيال ميديا بالكامل راح تكون هذه الستوريات شوفوها بالكوكولن ما بهمني لانه جمهوري انا حبايبي القلب معاكم انس الشايب هاي كوكولا ارينا انا بدي اوجه كم كلمه لكل شخص عنده مخافه الله يحكي كلمه الحق انا فايز والمباراه كلها غش وفاز بغش بدفع مصاري لفنت لهم كلهم جوا كذابين ما بهمني راي حدا جوا انا فايز وخلاص بهمني راي جمهوري الفيديوهات بتحكم انا ما بمدح بحالي الفيديوهات بتحكم لكل واحد شاف الفيديو اللي عنده مخافه الله يحكي كلمه الحق وانا بوجه كلمه لكل حدا بتابع من اي بلد يحكوا كلمه الحق ولاد بلدي بدي وقفتكم معي انس الشايب فاز انت بطل انس انت بطل انت بطل انت بطل وجه رساله انا رفعت راسكم انا فزت والله انس 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 كل غش انس مش بس جمهورك الجمهور اللي داخل كاكولا ارينا يوم بتشوف الفيديوهات كلهم معك انس اللي فاز والله كلهم معك يا انس نزلت راسكم رفعت راسكم انا فايز كفو يا انس انت ما ابدا لكل جمهوري ولكل متابعيني ولكل شخص بتابع من وين ما كنتوا انا ما نزلت انا رفعت راسكم انس انت رفعت راسنا كلنا تبعتنا والعباره الفلوس لا تصنع مقاتل فلوس لا تصنع مقاتل بس الفلوس تشتري لجنه عادي تشتري لجنه بس المقاتل ما حد يقدر يشتري 20 يوم لو واحد بتضرب من 3 سنين انا فايز انت فايز كفو عليك يا انس كفو عليك انت رفعت راسنا والله العظيم والله انك رفعت راسنا العظيم لو اني خسران واكل ضرب زي مو اكل ضرب ما بفتح بذمة حرف وبعد انس 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 بعد بعد انس انس ما بكون العين اطلع قدامكم انس شوي صقر انا حباب لو اني خسران ما العين بطلع قدامكم بس انا طلعت قدامكم عشان اقول لكم ان انا رفعت راسكم وانا السوشيال ميديا كلها ما بدي اياها حلو انس اسمع بعد هذا الستوري بتنزل لهم الفيديوهات انا بقطع السوشيال ميديا كلها انا فايز بالاضافه حتى ام بيسان اسماعيل هي طلعت وردت على هذا الموضوع ونزلت ستوري على حساب بيسان اسماعيل راح تكم يا شوفوه حبيبي لك من شان الله من شان الله وين البوكس اللي فاز فيه راشد بس حط لي سهم شو فاز عجيني بوكس واحد ضربك اياه وين ما فكتبنا احباب بالكومنتات شاركم بهذا الخبر ننتقل حاليا لنورمار والتهجم اللي تعرض له بسبب انه هو مساند اولاد بلد السوري الحالي قاعد يتعرضون للهجوم وقاعد يموتون للاطفال طبعا الله يرحمهم يا رب ويجعل مثواهم الجنه والله ينصرهم يا رب فهم لكم انت صاروا يتهجمون عليه ويقولون انه هو يساند العراق بس على مود المصلحه على مود فانزات قمر مار انه هو ما يساند ولاد بلده فما ادري صراحه من احبه بالكومنتات هل يستحق التهجم اللي تعرض له او لا وصلنا هنا وصلت المقطع اتمنى عجبكم تحطوا لايك اشتركوا بالقناه شاركوا في زين من قناه مكس القصص وبس مع السلامه.